اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lessons 28 and 29. هناخد درسين 28 و 29 which are entitled اللي هم بعنوان الديفيجن. الديفيجن يا اولاد من الدروس المهمه جدا بمعنى التقسيم، يعني احنا الدرس ده هنتعلم ازاي نقسم. وكلمه تقسيم يا اولاد بمعنى توزيع سليم، ازاي اوزع بطريقة سليمة ومتساوية. لازم لما نيجي نقسم نقسم بالتساوي. طيب علشان نفهم الجزئية دي، أنا عندي هند مربية حبة أرانب، عندها حبة أرانب، عندها كم أرنب؟ عندها 3 رابتس، عندها 3 أرانب. جت هند عايزة تأكلهم، راحت اشترت حبة جزر، طلعوا كم واحدة؟ طلعوا 6 كاروتس، يبقى هي معاها 6 جزرات وعايزة تأكل الأرانب بتوعها. لما هتيجي تاكل الارانب هتعمل ايه؟ الارانب كده جايين عشان ياكلوا، هي هتعمل ايه؟ هل هتاخد كده ترمي لهم الاكل وهم ياكلوه وكل واحد ياكل بمزاجه، ولا لازم تقسم عليهم؟ لازم تقسم عليهم. ينفع تدي الواحد كده تاكله لحد ما يشبع وبعد كده تاخد اللي بعديه تاكله واللي بعديه تاكله، ممكن ما يلاقيش حاجه ياكلها. يبقى هي لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل عمليه ديفيجن، لازم تقسم الكاروتس الجزر ده على الارانب. طيب هتقسمه ازاي؟ يعني تخيلوا انتوا كده مكان هند، هي هتقسمه ازاي؟ هتدي اول ارنب جزره، والارنب اللي بعديه جزره، والارنب اللي بعديه ايه؟ جزره، كل واحد هياخد واحده. طيب وبعد ما كل واحد ياخد واحده وياكلها تعمل ايه؟ تروح تدي برضو لكل واحد واحده. هل ينفع واحد تديله اتنين وواحد تديله واحده؟ لا ما ينفعش. يبقى احنا لازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اما اعمل ديفيجن اعملها ايكوالي. كلمه ايكوالي دي يا اولاد كلمه مهمه جدا، يعني بالتساوي. تعالوا نشرح مع بعضينا برضو ممكن نقسم ازاي. كل رابط من دول بعتبره ايه؟ مجموعه اهو، يعني كل رابط هعتبره مجموعه. طيب وبعد كده الحاجات اللي انا هقسمها هعمل ايه؟ هدي الواحد جزره والتاني اديله جزره وده اديله كمان ايه؟ جزره. يبقى انا كده وزعت ثلاثه بالتساوي، يبقى كام from 6؟ لما خدت من ال 6 3 يبقى كام؟ يبقى 3. ال 3 التانيين اعمل ايه؟ ارجع الاول اديله جزره واللي بعديه اديله واحده واللي بعديه اديله ايه؟ اديله واحده. يبقى انا كده قسمت ال 6 كاروتس ايكوالي. وخدوا بالكم من كلمه ايكوالي، ايكوالي يعني بالتساوي. لما قسمتهم على ال 3 رابتس ايكوالي، كل رابت خد كام؟ خد 2 كاروتس، خد جزرتين. تمام؟ يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا ديفيجن. طيب نيجي نشوف ال 6 كاروتس دول، نوضحها كده بالرسمه دي. ادي ال 6 كاروتس بتوعي، الست جزرات، عملنا ايه؟ السيركل الواحده، الدايره الواحده دي، السيركل دي، ده الرابت، ده الارنب الواحد. اديت لي ده 2 واديت لي ده 2 واديت لي ده 2. ينفع ادي ده 3 وده 2 وده 1؟ احنا كده عملنا ديفيجن؟ لا انا كده ما عملتش ديفيجن. انا كده عملت ديستريبيوشن، وزعت وخلاص، لكن ما عملتش ديفيجن. ده انا عندي هنا واحد واخد اكتر من واحد. يبقى اهم حاجه في الديفيجن يا اولاد ان انا لما باجي اوزع بوزع ايه؟ ايكوالي. الكلمه دي مهمه جدا تبقى انتوا عارفينها. تعالوا نشوف التشيك بوينت دي بيقول لي ايه. درو تو شو ايكوال جروبز اند كومبليت، يعني هنرسم عشان نوزع في equal groups، نعمل مجموعات متساوية. وهو ده الهدف من الديفيجن، ان احنا نقسم بالتساوي. طيب انا عندي هنا ايه؟ انا عندي 9 coins، عندي 9 عملات، عايزين نعمل لهم division divided among، نعمل لهم توزيع على 3 money boxes، يعني نحطهم في 3 حصالات اللي هم 9 coins بالتساوي. طب يلا نحطهم، هم 9، هنعمل ايه؟ نحط هنا واحد ونحط هنا واحد ونحط هنا واحد. انا بوزع بالتساوي، ما تجيش تحط لي هنا 4 وتحط لي هنا مثلا 4 وهنا 1، لا انا كده ما وزعتش بالتساوي. طيب لما وزعت ال 3 يبقى كام؟ يبقى 6. طب نوزع انذر 3، حط هنا واحد، حط هنا واحد كمان، وحط هنا واحد كمان. كده انا وزعت انذر 3، يبقى كام من ال 9؟ يبقى 3. نحط واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، يبقى دي واحد اهو، ودي واحد كمان اهو، ودي واحد كمان اهو. ايه اللي احنا عملناه يا اولاد؟
اللي احنا عملناه عملنا ديفيجن للناين اوفر الثري بوكسز. كل بوكس بقى فيه كام؟ بقى فيه 3، هنا 3 وهنا 3 وهنا ايه 3. يبقى ال 9 ديفايدد ال 3 ايكوال كام؟ ايكوال 3. يلا نشوف هنا 8 eggs divided among 2 plates، يعني عندي 8 بيضات هقسمهم على ايه؟ على طبقين. نقسمهم ازاي؟ احط هنا كده اي حاجه وهنا اي حاجه، احط هنا 5 وهنا 3 يبقوا 8؟ لا، ده ما اسموش ديفيجن. الديفيجن ان انا اعمل ديستريبيوشن ايكوالي بالتساوي، احط هنا قد هنا. يبقى نحط هنا كام بيضه؟ ناخدهم نوزع بالطريقه دي، احط هنا بيضه اهي وهنا واحده وهنا واحده اهي، بيضه وبيضه، وبعدين اخد كمان واحده هنا وكمان واحده هنا، دول هيبقوا كام؟ 1 2 3 4. يبقى انا خدت 4 من ال 8، يبقى كام؟ يبقى انذر 4. يلا نوزعهم، حط هنا واحده وهنا ايه وهنا واحده، كده يبقى كام؟ كده يبقى 6. فاضل لي قد ايه؟ فاضل لي انذر 2، يبقى دي كده واحده وادي كده ايه وادي كده واحده. كده انا وزعتهم كلهم، كل طبق فيه قد ايه؟ فيه 4. يبقى انا هنا each money box has كام coin؟ has 3 coins. وهنا each plate has how many eggs؟ has 4 eggs. عرفتوا ازاي نعمل division equally؟ يلا ناخد another exercise. هنا بيقول لي draw to show equal groups، عايزين نرسم علشان نوضح الجروبز المتساوية. fill in the part part whole model then complete. يعني ايه part part whole model؟ يعني هنوزع واحدة واحدة، جزء وجزء لحد ما نخلص. هنا بيقول لي ايه؟ 6 pencils divided among 2 pencil cases، عايزين نوزع 6 اقلام على الايه؟ على المقلمتين دول. كل مقلمة نحط قد ايه؟ ها هنفتح ونحط اي حاجة واللي يبقى نحطه هنا، ولا احنا بنوزع ازاي؟ بنوزع واحدة واحدة. يعني افتح دي كده واحط فيها قلم، وبعد ما احط القلم اعمل ايه؟ احط هنا قلم تاني، واحد هنا وواحد هنا لحد ما يخلصوا، واجي احط هنا كمان واحد وهنا واحد، كده يبقوا كام؟ 1 2 3 4. فاضل لي كمان 2، ادي 1 وادي 1. ايه اللي حصل يا اولاد؟ اللي حصل ان انا عملت ديستريبيوشن ايكوالي، حطينا هنا 3 وهنا 3. يعني ال 6 بنسلز لما عملت لهم ديفيجن اوفر ال 2، يبقى كل بنسل كيز فيها كام بنسلز؟ فيها 3 بنسلز. طيب لما نيجي نعبر عنها بالرسمه دي، هم كام بنسلز؟ هم 6. لما اجي اقسمهم لتو جروبز، يبقى هنا في كام؟ يبقى هنا في 3، وهنا يبقى في كام؟ برضو انذر 3، لان انا بقسم ايكوال جروبز. طيب يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي 12 اورنجز ديفايدد امونج 3 بليتس. يلا نقسم ال 12 اورنجز، نقسمهم ازاي؟ واحده واحده، نحط هنا واحده اهي وهنا واحده. اجي احط هنا؟ لا، لازم احط في الطبق الفاضي ده. كل واحد ياخد واحده، اسمها البارت تو بارت موديل، يعني احط هنا وهنا وهنا. طيب خلصت اعمل ايه؟ اجي احط هنا واحده وهنا واحده وهنا واحده، ادي الثانيه. طب والثالثه؟ ادي واحده كمان هنا وهنا كمان وهنا كمان. انا كده وزعت قد ايه؟ نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لسه ما كملناش ال 12. ها كده يبقى 10، وادي واحده كمان وادي واحده كمان. طيب كل بليت خد قد ايه؟ نبص بعينينا نلاقي ان كل بليت فيه 4، يبقى each بليت has 4 oranges. يبقى يا اولاد ال 12 divided 3 كل بليت ياخد كام؟ كل بليت ياخد 4. طيب لما نيجي نعبر عنها بالشكل ده نقول ايه؟ هم 12 اتقسموا 3 جروبز، كل جروب ياخد كام؟ كل جروب ياخد 4، هنا 4 وهنا 4 وهنا 4. طيب يلا نشوف اللي بعديها. 8 ماربلز، الماربلز اللي هو البلي اللي احنا بنلعب بيه، divided among 4 bags، يعني عندنا 8 بليات هنحطهم في الاربع اكياس دول، كل كيس يتحط فيه كام بليه؟ نوزعهم، نحط ادي بليه وادي بليه وادي بليه وادي بليه. ده انا كده قسمت كام؟ قسمت 4. طيب يبقى معايا 4، نقسمهم ازاي؟ نحط هنا واحده وهنا واحده وهنا واحده وهنا ايه؟ وهنا واحده. يبقى كل باج فيه قد ايه؟
كل باج فيه 2، يبقى each bag has 2 marbles. يبقى يا اولاد لما اجي اعمل ديفيجن لل8 اوفر ال4 يديني كام؟ يديني 2. طيب يلا نكتبها بالطريقه دي، هم كلهم كام؟ كلهم 8. ال8 لما يتقسموا 4 جروبز، كل جروب ياخد كام؟ كل جروب ياخد 2، يبقى هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا يبقى ايه؟ يبقى 2. يبقى ال8 لما يتقسموا ل4 جروبز كل جروب ياخد 2، وناخد بالنا مفيش جروب اكبر من التاني، بنوزع ايكوالي. الكلمه دي لازم تحفظوها كويس، ايكوالي. هنا بيقول لي درو تو شو يور وورك، هنا هنرسم عشان نوضح ازاي عملنا ديفيجن. بيقول لنا رايت هاو مين ان ايتش جروب، ذا فيرست وان از دان فور يو. هو عامل لي دي كده عشان يوضح لي هنعمل ايه. ديفايد 15 من الماربلز ديت انتو 3 ايكوال جروبس، قسم ال 15 على ال 3. نعملها ازاي؟ نعمل الجروبز اهي، عملنا الجروبز وبعد كده ابتدينا نوزع ال 15 دول فيهم واحده واحده، في الاخر لقينا كل جروب فيه قد ايه؟ فيه 5 ان اتش جروب. يبقى ال 15 ديفايدد 3 از كام؟ از 5. طيب يلا هنا بيقول لي ديفايد 8 ماربلز او 8 من الجرين دوت ديت انتو 4 ايكوال جروبس. نعمل ايه؟ اول حاجه نعمل الجروبس، ادي جروب، ادي السكند، الثيرد، ادي الفورث. بعد كده نعمل ايه؟ يلا نوزع ال 8، ادي واحده، ثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه. انا عايز اوزع 8، يبقى ادي نعمل كمان واحده كده 5 6 7 اند ايه؟ اند 8. كده يبقى انا وزعتها كلها. طيب كل جروب خد قد ايه؟ خد 2، يبقى انا عندي 2 ان اتش جروب. درس الديفيجن مهم جدا يا اولاد، عشان بعد كده الدرس الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي ان الديفيجن والمالتيبليكيشن الاثنين يعتبروا اخوات. لو عرفت تعمل مالتيبليكيشن كويس هتعرف تعمل ديفيجن كويس. يلا نشوف اللي بعديها. ديفايد 14 من الجرين دوت ديت انتو 2 ايكوال جروبس، قال لي ايه؟ 2 equal groups. يبقى نعمل ادي جروب وادي another group. يلا نوزع ال 14، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. شفتوا قسمتها ازاي؟ واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا لحد ما نخلص. طيب يلا نعد بقى الجروب الواحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى انا عندي 7 in each group. يلا هنا 3 into 3 equal groups، عندي 3 equal groups، ادي 1 2 3. يلا نقسم جواهم 3، ادي كده 1 2 3. خلاص خلصنا مفيش تاني. يبقى كل جروب فيه قد ايه؟ كل جروب فيه 1. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. Write a sharing story problem using the given numbers. Then solve the problem and show your work. عايزين نقول story نستخدم فيها الديفيجن. You can draw a mathematical picture or use a part to part whole model. طب نعملها ازاي؟ ال 12 وال 6 نقول ايه؟ ممكن نقول مثلا احمد has 12 balls and he wants to divide them into 3 groups. يعني احمد معاه 12 كورة وعايز يقسمهم ل 3 جروبز. ليه؟ هو بيقول لي 12 وال 3، عايزين نستعمل ال 12 وال 3. طبعا ما ينفعش اقول هو معاه 3 بولز وعايز يقسمهم ل 12 جروبز. طيب نعملها ازاي؟ في الورك اريا نعمل 3 جروبز، ادي جروب وادي جروب وادي ايه؟ وادي جروب. يلا نحط فيهم الايه؟ ال 12 بولز، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12.
ايه اللي حصل؟ قسمت ال 12 بولز على ال 3 جروبس. يلا ناخد انذر ستوري بروبلم. عايزين نقسم ستوري تانية، نقول ايه مثلا؟ نخليها زي الستوري بتاعت الرابت والايه والكاروت، نقول هند هاز 15 كاروتس، معاها 15 كاروتس 15 جزرايه، and she wants to feed يعني عايزه تاكل here 5 rabbits، وعايزه تاكل الايه الخمس ارانب بتوعها. هي دي الستوري بتاعتي، ان انا عندي هند معاها 15 كاروتس وعايزه تاكل الخمس ارانب بتوعها. لما نحب نرسمها نرسمها ازاي؟ كل جروب من دي اكنها بالظبط ايه 1 رابت. تيجي بعد كده هي توزع ازاي؟ تدي ده واحده وده واحده وده واحده وبعد كده ده واحد وده واحد كده، وكام كده؟ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. كده احنا عملنا ايه؟ كده وزعنا الكاروت ايكوالي على كام جروب؟ على 5 جروبس. طيب كل رابط خد قد ايه؟ كل رابط خد 3. وهنا لما وزعنا البولز كل جروب بقى فيه قد ايه؟ بقى فيه 4. نيجي نشوف another problems. بيقول لي الآتي: solve the following problems. You can draw a mathematical picture or use counters to help you. Rania has 18 eggs. أدي رانيا هي معاها 18 eggs. And wants to put them equally in 3 plates. عايزة تقسمهم equally في 3 إيه؟ في 3 plates 3 أطباق. How many eggs are there in each plate؟ كل طبق هيبقى فيه قد ايه؟ طيب تعالوا نعمل رسمه كده. ادي طبق اهو، وادي طبق كمان، وادي طبق كمان، ادي اللي هي الاطباق بتاعت البيض اهي. احنا عايزين نقسم كام بيضة؟ عايزين نقسم 18. لما اجي اقسم ال 18 اقسم ازاي؟ انزل هنا واحدة وبعد كده هنا واحدة وبعد كده هنا ايه؟ هنا واحدة. يلا نعملها مع بعض. ادي كده 1 2 3 4 5 6. ينفع اقول هنا 7؟ لا، ارجع احط هنا 7 8 9 10 11 12 13 14 15. خلصت ولا لسه؟ لسه ما وصلتش لل 18. 16 17 and 18. ايه اللي حصل؟ اللي حصل كده قسمنا بقى ال 18، قسمتهم كل طبق خد واحده، قعدت كده اوزع كل واحد واحده لحد ما خلصت. يبقى كل طبق فيه قد ايه؟ كل طبق هنا فيه 6، هنا فيه 6، وهنا فيه 6، وهنا فيه 6. يبقى how many eggs are there in each plate؟ كل طبق فيه قد ايه؟ يبقى لما نيجي نكتب الفول انسر نكتبها ازاي؟ نكتب كده there are 6 eggs in each plate. في عندي 6 بيضات في كل طبق. طب يلا اللي بعديها. بيقول لي الاتي: باسم has 28 stamps. باسم بيحب يوزع، بيحب الطوابع، عنده 28 stamps. He put an equal number of his stamps on each of 4 pages. هيوزع ال 28 stamps على 4 pages. عنده ألبوم في 4 صفحات، كل صفحة عايزين نعرف هيحط فيها كام. How many stamps are on each page؟ يبقى أنا عندي ال 28 فين؟ أهم أدي ال 28 stamps أهم. فين الصفحات اللي عندي؟ ادي عندي اول صفحه اهي،
وادي تاني صفحة، وادي التالتة، وادي الرابعة. يلا نوزع بقى ال 28، نوزعهم ازاي؟ ادي كده 1 2 3، حط هنا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ لما باجي اوزع بوزع كده بالتساوي، كل واحد ياخد واحدة لحد ما اخلص كله. هنا 17 18 19 20 21 22 23 24. خلصنا ولا لسه؟ لا، انا بقول 24، فاضل لي لسه شوية. 25 26 27 28. يبقى انا كده خلصت. يبقى ال 28 قسمتهم هنا وهنا وهنا وهنا. طيب كل صفحة بقى فيها قد ايه؟ نعد 1 2 3 4 5 6 اند 7. يبقى انا عندي كل صفحة فيها 7. يبقى ال 28 يا اولاد لما جينا نوزعها اوفر 4 اداني كام؟ اداني 7. عايزكم تفتكروا كده في التايم تيبل لما كنا بنقول ان ال 4 تايمز 7 ايكوال كام؟ ايكوال 28. يعني ال 4 لما اتكررت 7 تايمز اداني كام؟ اداني 28. ولما ال 7 اتكرر 4 تايمز اداني كام؟ 28 برضه. في حاجه غريبه، الديفيجن قريب قوي من المالتيبليكيشن، في بينهم علاقه. العلاقه دي ان شاء الله هنعرفها ان شاء الله الدرس الجاي. طيب how many stamps are there on each page؟ يبقى نقول there are 7 stamps in each page. طيب يلا اللي بعديها. each bear wants to eat 5 fish. كل دب من دول عايز ياكل 5 سمكات. There are 25 fish. How many bears can be fed? يبقى أنا عندي كام دب ممكن أكلهم؟ طب هم كام سمكة؟ هم 25. والدب الواحد بياخد كام؟ بياكل 5. ناخد بالنا بقى. يبقى أنا أوزع بال 5. أنا عندي كام سمكة؟ أنا عندي 25. البير الواحد، الدب الواحد بياكل 5. يبقى انا لما اجي اوزع هوزع بالفايف. يعني ايه بالفايف؟ يعني اخد من 25 اخد منها 5 مره واحده، اكلهم الاول بير وبعد كده اخد منها انذر 5 وبعد كده اخد منها انذر 5 واخد منها انذر 5. كده احنا خدنا قد ايه؟ 5 بلس 5 از 10 بلس 5 15 بلس 5 20. يبقى انا لسه فاضل لي 5 اوصل لل 25، ممكن اخد منها كمان 5. ايه اللي حصل؟ ال 25 اتقسمت ل 5 جروبز، كل جروب فيه 5، اقدر اخد منها 5 جروبز، وبالتالي ممكن نعمل فيدنج لكام بير؟ يبقى وي كان فيد 5 بيرز. تعالوا مع بعضينا نشوف another story problems. A class has 20 pupils. الكلاس فيه 20 طالب. If they are divided into rows of pupils each, how many rows are there? لو هقسم الطلبة دي هقعدهم في rows ولازم كل رو يشيل 5، يبقى أنا محتاج كام رو؟ نبتدي نقسمهم، بس نقسمهم إيه؟ بالفايفز. يعني احط هنا ادي اول رو مثلا، هنعتبر ان ده الرو. الرو ده هيقعد فيه كام واحد؟ هو بيقول لي 5، يبقى دي كده 1 2 3 4 اند ايه؟ اند 5. ادي اول رو، ناخد الرو الثاني احط فيه كام؟ احط فيه 5. ادي 1 2 3 4
اند 5 كده خلصنا ولا لا؟ كده احنا حطينا 10، محتاج كمان رو عشان نقعد فيه كمان 5. ادي 1 2 3 4 اند 5 كده كام؟ كده 15. طيب محتاج كمان رو 1 2 3 4 اند 5. لما نيجي نعدهم يا اولاد نلاقي ايه؟ نلاقي ان انا محتاج 4 روز 1 2 3 4، يبقى هنحتاج 4 روز عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل ديفيجن، عشان اقسم ال 20 بيوبلز انتو 4 روز، كل رو فيه كام؟ فيه 5. يبقى هاو ماني روز ار زير؟ يبقى زير ار 4 روز، عندي 4 صفوف. طيب يلا اللي بعديها. شادي سو سام هورسز ان ا بارك، شادي شاف مجموعة حصنة في البارك. هي كاونتد 36 ليجز، لما جه عد الرجول بتاعتهم طلعوا 36. هاو ماني هورسز ديد شادي سي؟ شاف كم حصان؟ انا عندي كل حصان بكام ليج؟ كل حصان المفروض يبقى فيه 4 ليجز، يبقى انا نيجي نقسمهم. يلا 36 هنقسمهم، لما اجي اقسمهم اقسمهم لجروب، كل جروب فيه قد ايه؟ كل جروب فيه 4. طيب نبداها ازاي؟ نقول كده ادي ال 36 ليجز، ادي الليجز اهي، اما اجي اقسمها اخد اول جروب على طول يكون فيه 4، ان هو كده يبقى هو كده شاف حصان. طب ايه تاني؟ الجروب التاني ب 4، لما باجي اقسمهم بقسمهم 4 باي 4، ما ينفعش اقسمهم اقل من ال 4 لان الحصان ليه كام ليج؟ 1 2 3 4. طيب نعمل تاني انذر 4، نعمل تاني كده، احنا خدنا قد ايه؟ 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4، لما نيجي نعدهم هيطلعوا 16. لا لسه، ناخد كمان 4 نعد دول كلهم يطلعوا 20، ناخد كمان 4 يبقى 24، لسه ما وصلناش للايه؟ لل 36، ناخد كمان 4 يبقى 28، ناخد كمان 4 يبقى كده 32، لسه ناخد كمان 4. يبقى انا كده قدرت اقسمهم كلهم لجروبز، كل جروب فيه 4. طب عملنا كام جروب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اند 9. يبقى انا عندي هنا كام جروب؟ يبقى انا عندي 9 جروبز، كل جروب من دول يعتبر ايه؟ يعتبر هورس. يبقى هاو ماني هورسز ديد شادي سي؟ يبقى شادي سو 9 هورسز. طيب نيجي بعد كده مساله التشالنج، بيقول لي امجد هاز 13 ليمونز، امجد معاه 13 ليمونه، كان هي بوت اول اوف ذيم ان تو بوكسز؟ ينفع يحطهم في تو بوكسز؟ each of them has an equal number of lemons. واكسبلين، ينفع يحطهم في two groups او في علبتين والعلبتين يكون ليهم نفس النمبر؟ ادي بوكس اهو وادي another box. هما كام؟ هما 13. يلا نقسمهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عندي في بوكس اكتر من الثاني، هنا في كام؟ هنا في 7. طب وهنا؟ هنا في 6. يبقى هل امجد يعرف يقسم ال 13 ليمونز لتو بوكسز ايكوالي؟ للاسف لا، واحد هيكون في 7 وواحد هيكون في 6. يبقى الاجابه بتاعتنا نو هي كانت. وبكده يبقى احنا خلصنا الليسون بتاع الديفيجن، ليسون مهم جدا يا اولاد. الهوم ورك بتاعنا ايه بقى؟ ناكد على الحفظ بتاع المالتيبليكيشن تيبلز من اول ال 2 لحد ال 9، عشان الدرس الجاي درس مهم جدا، هنشوف ازاي بنعمل ريليشن ما بين المالتيبليكيشن والديفيجن. وبالتوفيق ان شاء الله.